المركز الأول والصدارة، ضمير في المركز الثاني، المركز الثالث الشعار البرتقالي بلاك جرانيتي، والمتابعة تأتي هنا من خلال المركز الخامس مع الشعار الأخضر والأبيض رقم 10 موندين مع المالك السيد راشد العذبة. الصدارة هنا إذن مع ضمير رقم 8 من تدريب إبراهيم سعيد المالكي، الملك السيد محمد خميس الكعبي والخيال توماس لوكاسك. في المركز الثاني إنهرت رقم 3 مع المدرب المالك السيد عبد العزيز الكثيري والخيار رونان توماس. المركز الثالث بالشعار البرتقالي والأصدر أصفر بلاك جرانيتي رقم 12 المدرب خليفة صواعي، ملك سيد سعيد جابر المري والخيال براكاش أكادي. الجهات تندفع نحو المنعطف قبل الأخير، ومشاهدة هنا لشيز أور كوين أيضا ضمن المقدمة. المتابعة تأتي من هيرت في المراكز الأولى كذلك، وضمير والمتابعة وأيضا محاولات بلاك جرانيتي وبقية الجهات تبحث عن النفاذ من خلال المنعطف قبل الأخير في هذا الشوط. الشعار العنابي مع الكثيري حتى الآن، والتقدم مع أبو سعود، والتقدم هنا مع رقم 3 في هذا الشوط، بينما المحاولات القوية من بلاك جرانيتي من الجهة الخارجية. الجهة تتجه نحو المنعطف الأخير في الشوط الختامي من مضمار العقدة. هنا ضمير وانهرت ضمن المقدمة، لوكالو كذلك المتابعة رقم 12 بلاك جرانيتي. الجياد في الخط المستقيم، الدفاع قوي لكل الجياد نحو المقدمة في محاولة من كل الجياد. انهرت ومحاولة قوية ديجامي باسو أيضا، والشعار الأخضر سلايلي مع السيد محمد عبد الهادي الهاجري. المتابعة تأتي من البقية الباقية، انهرت مع الكثيري والهاجري ضمن المقدمة، أيضا الكعبي والمحاولات، ولكن الجهة الخارجية جولد فليس، ولكن الهاجري إلى المركز الأول وصدر.